نحن في الكمية الثقافية وفي وسط في ولاية أضرار بحاجة ماسة ليه. درنا هذه المقفة احتجاجية، قلنا أنه مركب ثقافي يبقى مركب ثقافي تابع لوزارة الثقافة اللي راح نستفيد منه كجمعيات ثقافية. احنا إن شاء الله سيرتب لنا لقاء مع زعما يعني احنا انشغالاتنا احنا كجمعيات مسرحية وكفنانين وكهاويين مسرحيين وكل شيء، يعني غادي نرتبوا مع لقاء إن شاء الله. سيد الوزير أننا نوصل لك رسالة أنه أضرار فيها جمعيات ضخمة كبير ورفعت أعلام الجزائر حتى على مسارح عالمية.